بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني ومتابعي الكرام أينما كنتم. إن شاء الله في فيديو جديد، يعني أول فيديو سيكون في شهر رمضان، إن شاء الله يكون من المبشرات بالخير، من المبشرات بما يعني يفرح قلوبكم ويقر عيونكم. يعني كم من بنت في هذا العالم تتمنى الارتباط بشخص، وكم من رجل في هذا العالم يتمنى الارتباط بإنسانة. لكن إخواني الكرام، نحن أصبحنا في زمن أصبحت فيه الماديات أمور مطلوبة. صحيح أن الإنسان يعيش بالقناعة، يعيش بما كتب له الله، لكن أصبحت ضروريات العيش كالإنترنت وكتوفير المنزل وكتوفير سيارة. يقول لك السيارة ليس لازم، يعني نظرا للحماية في هذا الزمن على ما كثرت جريمة ومشاكل. فبالنسبة لي أنا أتخذ التعبير والتفسيرات دائما أخذ يعني يعني عين الاعتبار الظروف الزمانية والمكانية، يعني الزمان والمكان الذي يعيش فيه الإنسان، كي يمكن أن أحدد لك تفسير وأعطيك علامات واضحة بإذن الله. فلا يمكن أن أنسخ لك وألصق وأقول لك بعدها من المبشرات وبعدها تحدث لك وتقول لي لم يتغير شيء لي. بالنسبة إخواني الكرام، من المبشرات سواء للرجل أو المرأة بالارتباط بشخص ميسور ماديا ومرتاح في حياته، هناك بعض العلامات سأذكر لكم بعضها. أولها إخواني الكرام لبس الريش، يعني ملابس من الريش أو ملابس بها ريش، أو تحس أنها في منامك مصنوعة من الريش، سواء للولد أو للبنت. صدقوا أو لا تصدقوا إخواني، يعني هو دليل طيران، دليل سفر. لكن في زماننا هنا أصبحت يعني لمن يتمنى ويريد الارتباط علامة مهمة جدا بالارتباط بشخص ميسور، إن لم نقول ثريا. بالنسبة للولد أو البنت الذي يرى نفسه يلبس تاجا، ويا حبذا يكون مرصع. كل التيجان إخواني جميلة، ما عدا التاج الخشبي أو التاج الذي يكون من حديد به صدأ. ركزوا إخواني الكرام، كل تاج يلبسه الرجل أو المرأة في منامه فهو أمر محمود، خاصة المرصع، ما عدا الخشبي والحديد الصدئ. فالحديد الآخر يعتبر أمر جيد والارتباط بشخص ميسور، لكن فيها أمور يمكن أن أشرحها بعدها للرأي بإذن الله لأوضح له بعض الأمور. بالنسبة للأحذية التي بكعب عالي، يقول كثير من البنات أنهم يلبسون أحذية بكعب عالي، تدل على الارتباط لكن لا يمكن أن نحدد منها بالتأكيد بأنه رجل ثري. واضح إخواني؟ لكن بالنسبة لأي امرأة ترى نفسها تلبس حذاء مرصع بأحجار كريمة، أو حذاء عفوا به خيوط من ذهب، أو حذاء يعني به نقش جميل جدا من ذهب أو فضة، فلتعلم أنها سترتبط إن شاء الله برجل ميسور بإذن السميع العليم بإذن الله. هنا إخواني الكرام، بالنسبة للرجل الذي سيرتبط بامرأة ميسورة، تعتمد خاصة وأغلب التفسيرات على الأحذية الرياضية، لأن ألوانها جميلة وزاهية، فهنا الدليل طيب جدا. في أحذية سوداء قاتمة قد تدل على الوظيفة، قد تدل على السفر، قد تدل على مكانته في المجتمع، قد لا تدل على الزوجة بالنسبة للرجل في أغلب الحالات. ركوب الفرس أو الفرسة إخواني الكرام بشعر طويل وذيل طويل متكامل مهما كان لونه، هو خيرها يعني مثلا للرجل الأدهم أو الأبيض، وخيرها للمرأة البني أو الأسود، يعني يقول. لكن هو بدون استثناء عن الألوان، إذا رأيت نفسك تركب فرسا يسير بك واحدة واحدة وأنت أعزب، فاعلم أنه زواج بإذن الله، يعني من جملة البشارات، ولكن زواج من امرأة ميسورة. إذا كان شعر العنق طويل وشعر الذيل طويل، فاعلم يعني تراه بشكل جميل ويسر الناظرين ويسرك أنت، فاعلم أنه ارتباط إن شاء الله بشخص ميسور ماديا بإذن الله. بالنسبة للرجل الذي يرى نفسه يهدى أو يشتري نعجة بصوف كثير، هذا زواج من امرأة ميسورة. بالنسبة للعكس للمرأة التي تهدى أو يأتيها أو يشتري لها أبوها، أو يعني داخل عليهم في بيتهم خروف بصوف طويل وقرون جميلة، فلتعلم أنه زواج من رجل ميسور ماديا وأموره كلها تمام بإذن الله السميع العليم. أتمنى لكم السعادة والخير والهناء إخواني وأخواتي جميعا دون استثناء، على أمل أن ألتقي بكم في فيديوهات أخرى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في رعاية الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.